وقد استحدثت الوزارة دعما لذلك تغيير السلوك المهني بما يتضمنه من قيم وممارسات مهنية لترسيخ الثقافة المؤسسية وضمان تطبيق السلوك المهني الراعي لمبادرات التغيير الإيجابية وسعيا لترسيخ أطر العمل لجميع الموظفين. أيها الضيوف الكرام، ضيفاً ضيفاً من مدراء ومنسقين، ونقول لكم نزلتم أهلاً ووطئتم سهلاً. يا أيها الكريم، ومن خلال تقديم كامل الدعم لمنسقي مدارسهم وتحفيزهم للحصول على الرخصة المهنية وفق النظام.